طب توقيتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. الأرقام قد تكون صادمة، لكن كما نعلم أن للأرقام لغة خاصة لا تعرف المجاملات ولا الكلام الهادئ. الأرقام التي يرصدها العالم والجهات الدولية عن اليمن تقول أن الأوضاع أكثر من صعبة، وأننا نحتاج إلى أن نوقف تلك المهزلة التي يقوم بها الحوثي وبأقصى سرعة لنعود إلى الطريق. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أصدر تقريراً عن التنمية البشرية العام 2019 أظهر تراجع اليمن 20 درجة ليصل إلى المرتبة 178 بسبب الانتكاسات الاقتصادية وتوجيه الاتهام نحو أو توجيه الاهتمام نحو اقتصاد الحرب على حساب الأولويات الاجتماعية والتنموية. وبين التقرير الذي يستند إلى دراسة عدها فريق من الباحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية أن اليمن تراجع نحو 21 عاما إلى الوراء، ما يؤكد الخسارة الكبيرة التي لحقت بالتنمية البشرية في اليمن جراء الحرب والصراع. وتحدث التقرير عن أوضاع اليمن مؤكدا أن البلد لم يتمكن من المحافظة على المستويات التي وصل إليها قبل الحرب والصراع، بل إنه خسر جزءا كبيرا من إنجازاته السابقة، وسيستغرق سنوات عدة إن لم يكن عقودا حتى تعود اليمن إلى مستويات التطور التي كانت عليها قبل الحرب. ونوه التقرير لأن الآثار طويلة الأجل للنزاع شاسعة، وتضعه بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة. ومع مزيد من التدهور لهذا الوضع بالتأكيد ستزيد المعاناة الإنسانية، وستتأخر عملية التنمية البشرية في اليمن، ويمكن أن يزيد من تدهور الاستقرار الإقليمي. الحرب في اليمن وفقا لتصريحات مسؤولية الأمم المتحدة أنتجت واقعا اقتصاديا ومعيشيا جديدا تصفه بأنه أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم، مدفوعة بالنزاعات والتراجع الاقتصادي والانهيار المستمر للمؤسسات والخدمات العامة. الأزمة أكبر مما يتخيله البعض، ولن تحل بين يوم وليلة. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وضعنا في مواجهة صادمة مع أكبر صدمة يمكن أن نتخيلها عندما خلص في هذا التقرير أنه على المدى البعيد سيكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق تجعلهم بين أكثر النزاعات تدميرا منذ كما تحدثنا سلفا منذ نهاية الحرب الباردة، حيث أن تفاقم الأوضاع سيزيد من المعاناة الإنسانية ويؤخر التنمية. يعني هذا أخطر ما في التقرير. الحرب لم تتسبب فقط في تعطيل التنمية البشرية، لكنها أيضا جعلتها تتراجع بالفعل إلى سنوات. لمناقشة هذا الموضوع تفصيلا يسرني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فارس البيل المحلل السياسي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. نبدأ النقاش ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. تخيلوا أن احنا تراجعنا حتى الآن 21 عاما، ولا يزال وإذا تأخرت أيضا تأخر الحل السياسي قد ربما تصل الأمور إلى مسافة أعقد من هذا. أرحب بضيفي مجددا دكتور فارس البيل الأكاديمي والباحث السياسي. والبداية، كيف تقرأ المشهد التنموي في البلد منذ بداية الصراع 2015 أو 2014 بالضبط؟ أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة نحن أمام مأساة حقيقية. هذه المأساة أنا أتصور أنها أكثر من أن تحصر بأرقام، وتخيل أن هذه الأرقام التي قرأتها أو بعض منها على الأقل توصف المشهد المأساوي أو جزء من المشهد المأساوي للمشكلة اليمنية. أولا ينبغي أن نقول أن اليمن لم تدخل ضمن تصنيف الدولة كدولة منذ تاريخها المعاصر على الأقل، ومع ذلك كانت في حالة من التراجع الدائم، كانت في حالة من الغياب التام عن التصنيف ضمن خطوات أن تكون دولة مستقرة أو دولة يمكن أن تصعد نوعا ما في اقتصادياتها، في تنميتها، في كل المسارات التي يمكن أن تخطها. وكان هنالك على الأقل
قبل 2010 حديث عن أن اليمن ربما تصير إلى دولة فاشلة، ودولة فاشلة بمعنى الانهيار الاقتصادي والانهيار المؤسساتي. فتخيل أن الوضع في اليمن كان على هذه الحالة، ثم جاءت ميليشيا الحوثي، ثم جاء هذا التتار المظلم وقضى على كل شيء، قضى على كل ما يمكن أن يمثل حياة بالمعنى الحقيقي، وهذا مؤسف للغاية. ويمكن أن نجمل ما يحدث، كما تقول كثير من المنظمات أن ما يحدث في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في الكرة الأرضية، وأعتقد أن هذا ربما يختزل الحقيقة من صنع الإنسان الموجودة من صنع الإنسان. نعم، وهذا هو توصيف يعني أدق أيضا، لأنه ليست ناتجة عن شحة في الموارد أو مطلقا لا يعني، نعم، أو كوارث حتى طبيعية، المسألة كلها من صنع الإنسان. وربما الأطماع، الجغرافيا وضعتنا أيضا في مكان هو محل أطماع منذ قديم الزمن، ليس من اليوم، وندفع ثمن ربما لذلك بمعزل عن الجغرافيا. نحن ندفع ثمن أننا لم نتحول إلى دولة، ليس شرطا بالسلطة أو بالمؤسسة، إنما في عقول اليمنيين أنفسهم. المؤسف الآن أن هذه الأرقام تظهر في كل مكان، هذه الأرقام المخيفة. كنا وصلنا إلى مرحلة جيدة، كان لدينا بلد، كان لدينا مؤسسات، كان لدينا ديمقراطية، كان لدينا منافسة، كان لدينا قوانين إلى حد ما تحترم، يعني كان هناك صحيح كانت دولة، كانت موحدة من أقصاها إلى أقصاها على الأقل، يعني كانت نوعا ما من حالة من الاستقرار، لكن لم نتحول إلى دولة بالمعنى الشفاف بالمعنى الكامل. ولذلك سرعان ما انهارت، لأننا لو كنا دولة لم ننهار بهذا الشكل الكامل. لا يعني ذلك، نتحدث عن إرث 1100 سنة من حكم الأئمة المتخلف، يعني صحيح. ولذلك أنا لا يعني ذلك أنني أقول أن نحمل سلطة بذاتها، أو نحمل كل المشهد اليمني هذا الغياب الحقيقي عن وجود دولة، بما فيها السلطات السابقة، بما فيها الأحزاب، بما فيها النخب، بما فيها الطبقة الاجتماعية المهيمنة، بما فيها المثقفين، بما فيها كل الأجيال المتعاقبة، أو حتى التي رأت الحياة في أي مكان آخر ولم تقدم لليمن شيء. كل الناس مسؤولين عن هذا الدمار وهذا الخراب الذي حل باليمنيين، لكن توج هذا الدمار هذه الجائحة الكبيرة التي هي تسمى ميليشيا الحوثي. أنا أتصور أنها أكبر مرض الآن في التاريخ، وأكبر وباء، وأكبر جائحة تقضي على كل هذه الحياة. هذه الجائحة التي أوصلت 80% من اليمنيين، أكثر من 20 مليون في ظرف عام واحد، إلى حافة المجاعة. لا أعتقد أن هنالك طاعون ربما فتك بالإنسانية مثل ما فتكت ميليشيا الحوثي باليمنيين. إذن علينا أن نعترف بأن التوقعات الدولية بشأن مستقبل اليمن واقتصادها ليست جيدة، والدراسة التي تتحدث عن المستقبل مرعبة للغاية، وتحتاج منا أن نكون على قدر المسؤولية. الأرقام مثلا تقول أنه إذا انتهت الحرب خلال العام الحالي 2019 سيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار، ويعني ذلك انخفاضا قدره 2000 دولار في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. أما إذا انتهت في عام 2022 فسيبلغ معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاما، أي ما يقارب جيل بأكمله، هذا في 2022. إذا ما استمرت الحرب حتى عام 2030 سيتزايد معدل النقوص إلى 4 عقود، وإذا استمر الصراع حتى 2030 ولا قدر الله، توقع الدراسة أن يعيش 71% من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84% منهم من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسارة الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار، أي فقدان 4600 دولار من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. كما ستزداد الوفيات غير المباشرة الناجمة عن نقص القدرة على شراء الأغذية ونقص الرعاية الصحية وخدمات البنى التحتية حتى تزيد عن 5 أضعاف الوفيات المباشرة. تابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش.
أدى الصراع المستمر في اليمن إلى تراجع معدلات التنمية البشرية بحوالي 21 عام، وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إبريل الماضي. وأفاد التقرير بأن الحرب الدائرة في اليمن منذ 2014 خلفت عواقب مدمرة، منها مصرع نحو 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الأغذية. وحذر التقرير من تعاظم الآثار السلبية للصراع الدائر بأضعاف مضاعفة على مسار التنمية، تجعله من بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة. وتطرق التقرير إلى الضغوط التي عانى منها اليمن قبل اندلاع الصراع عام 2015 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الشرعية المدعومة منذ 2015 من التحالف العربي الذي تقوده السعودية. مستنداً إلى دراسة أعدها فريق من الباحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، تتناول بالبحث انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة. ووضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030. تتوقع الدراسة أنه إذا ما انتهى الصراع خلال عام 2019 سيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاضا قدره 2000 دولار في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. أما إذا ما انتهت الحرب عام 2022 فسيبلغ معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عام، أي ما يقارب جيلا بأكمله. وإذا استمر الصراع حتى عام 2030 تتوقع الدراسة أن يعيش 71% من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84% منهم من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار، أي فقدان 4600 دولار من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. كما ستزداد الوفيات غير المباشرة الناجمة عن نقص القدرة الشرائية على الأغذية ونقص الرعاية الصحية وخدمات البنية التحتية حتى تزيد عن 5 أضعاف الوفيات المباشرة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. إذن تقرير خطير جدا، والمعلومات التي فيه ليست مجرد تكهنات، هذا مبني على دراسات وعلى حقائق. لكن اللافت في الموضوع أنه التجاهل أو الصمت تجاه هذا التقرير، رغم أنه صادر في شهر، يعني قبل أكثر من شهر. هذه هي المأساة في تصوري. التقرير كأنه يصور أن اليمن ستتحول إلى مقبرة للأحياء بهكذا بالمختصر، لكن يمكن أن نقول شيئين. الأول أن التقرير أو كل التقارير التي تصدر لرصد الحالة الإنسانية في اليمن أو الحالة تركز على الجوانب التنموية وجوانب الاقتصاد. الأخطر من ذلك ما تسببت به ميليشيا الحوثي في مسألة الحالة النفسية لليمنيين. الأضرار غير المرئية، هذه أضرار مرئية وأعتقد أنها ربما أقل من المتوقع. تقصد أنها أيضا لم تركز على السبب اللي هو إدارة الحوثيين لشؤون البلد؟ لا يهمها كمنظمات، لا يهمها من السبب، هي ترصد الحالة الراهنة عموما. يعني مسألة، هذه مسألة تخص اليمنيين، لكن كسياسات نتحدث اليوم عن انعدام الرواتب مع كفاءة الجباية. يعني الآن الجباية الرسوم والمتحصلات الضريبية والزكوية وإلى آخره تحصل بكفاءة عالية جدا. يعني ربما لو كانت هذه الرسوم تحصل في الفترات السابقة بهذه الكفاءة ربما كانت أو أفضل لنا من النفط حتى. صحيح، كان مشكلة اليمن أن الاقتصاد يقوم اقتصاد ريعي بدرجة أساسية، وكان يعتمد على النفط في 70% من موازنة الدولة على النفط، و 30% على الضرائب، والضرائب هذه لم تكن منضبطة تماما. يعني وكان هنالك أرقام تتحدث عن التهرب الضريبي بدرجة كبيرة، لكن بالمجمل 400 مليار أتذكر في أحد الفترات. ميليشيا الحوثي استغلت هذه النقطة. ميليشيا الحوثي الآن تبني اقتصاد طويل الأمد من كل ريال في جيب اليمني. هذه
أو الحقيقة التي تسعى إليها ميليشيا الحوثي بدرجة أساسية. ولذلك لاحظ كمية السيولة المادية التي تمتلكها ميليشيا الحوثي بدرجة كبيرة للغاية منذ أن بدأت في نهب البنك المركزي اليمني حتى الآن، وهي تتحصل أي ريال في جيب أي يمني في الشارع، وهي بذلك ترسم إلى مدى مستقبلي أنها تريد أن تمول مشروع الدمار الممنهج لديها في الفترات القادمة. اسمح لي ارحب ضيفي عبر الهاتف الاستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزاره حقوق الانسان. مساء الخير استاذ نبيل. مساءك ومساء الاستاذ المشاهدين، ومرحبا بك وبضيوفك الكرام. اهلا وسهلا بك. لا شك تابعت التقرير الاخير عن التنمية البشرية في اليمن الصادر عن الأمم المتحدة، والذي حمل طبعا أرقام صادمة ومخيفة جدا لوضع يعني المجتمع اليمني في المستقبل في ظل هكذا صراعات وأزمات. يعني موقف الحكومة وموقف الدولة إجمالا من هذا التقرير، وإلى أي حد يمكن مواجهة هذه المعلومات الواردة فيه؟ أستسمحك أخي عبد الولي، أنا طبعا هذا التقرير وصلني في اليوم الذي عرض فيه في عمان وفي لقاء خاص في إيطاليا. بحكم قربي من البرنامج الإنمائي المتحدة، لكن أستسمحك أن أتحدث في البداية قبل أن أتحدث عن رؤية حكومية. أنا أتحدث عن رؤية وتجربة شخصية. أنا قبل أن أكون في الحكومة، فعلي صوتك قليلا. أنا قبل أن أكون في الحكومة عملت في هذا المجال من خلال ترأسي لفرع الشفافية الدولية في اليمن لفترة طويلة، ثم بالإضافة إلى عضويتي في الشبكة العربية للتنمية. وهذه المجالات جعلتني أقدم عدد من الدراسات حول قضايا التنمية ومكافحة الفقر وما شابه. ما أريد أن أوضحه هنا أن الأرقام التي قالها التقرير لم تكن صادمة لي أولا. ثانيا، أنا أعلم أن التقرير بني على ثلاث أسس. الثلاث الأسس هذه هي أولا أن البلد في حالة حرب، وماذا دمرت الحرب في 4 سنوات. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني أن البلد سيطر على أجزاء منها هذه الميليشيات التي لا تفقه في ما يسمى بمهام الدولة وعملها شيء، وبالتالي أن تأتي بجاهل في إطار مؤسسات الدولة فهذه كارثة تدمر التنمية وتدمر الاقتصاد وتعمل على التشويه الذي حدث على الأرض. النقطة الثالثة أن اليمن طيلة الفترات الماضية ولثلاثين سنة الماضية كانت دائما ضمن الدول ما يسمى بالدول الأقل نموا والأكثر فسادا في كل تقارير التنمية، وبالتالي على هذه الأسس والمؤشرات فجاءت هذه الأرقام الصادمة أن اليمن يحتاج إلى ربع قرن ليعيد نفسه وما شابه. أنا أختلف مع التقرير في جزئيتين أساسيتين. الجزئية الأولى أن اليمن له تجارب أثبتت أن اليمن حتى بدون الجوانب الريعية النفطية وما شابه يستطيع أن يقف على قدميه إذا ما وجد قيادة قادرة في حالة، يعني اليمن يحتاج أولا إلى أمن واستقرار، ثانيا قيادة سياسية تستطيع أن تتحرك بهذه الكفاءات الموجودة إلى الأمام، ويعني قيادات تحب هذا البلد. هذا البلد يحتوي من الخيرات ما يجعله قادرا على الوقوف وعلى أن يقدم نموذج مغاير في التنمية كما حدث في رواندا في أفريقيا. ما حدث في رواندا، بلد خرج من الحرب، اليوم يعد من ضمن الدول الأفضل نموا وتميزا، على الرغم أن التقارير التنموية للأمم المتحدة كانت تقول أن رواندا ربما تحتاج إلى قرن لتستطيع أن تقف على قدميها. إذن لا تخيفنا مثل هذه الدراسات بقدر تقصد أن الأمم المتحدة تتكسب بمثل هذه التقارير وهذه المعلومات. الأمم المتحدة دائما تحاول أن تصنع غولا تخيف به الآخرين على أساس أهمية دورها الذي تقوم به هي من أجل أن تحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه. نحن نقول أن اليمن بكفاءاته وقدراته الموجودة
قادر على أن يعود ويقف إذا فقط توفر له الأمن والاستقرار وأناس يحبون هذا البلد ويعملون من أجله وتنتهي المشاريع الصغيرة التي تسيطر على عقول البعض. إذن أنت تعتقد أنها تبالغ في الكارثة وتصعبها يعني؟ في الاقتصاد أخي عبد الولي، في الاقتصاد أنا أضع لك محددات وأطلب منك أن تعد دراسة بناء على محددات معينة ستصل بالتأكيد إلى نتائج أنا أدركها مسبقا. عندما أقول لك بلد يعيش حالة حرب، يعيش في ظل ميليشيات لا تفقه في فقه الدولة وعملها، بلد يعيش حالة تشرذم، بلد كذا، بعد أن أعطيك كل هذه المحددات وأحدثك عن أن البلد أساسا تنمويا كان ضعيف جدا وكان ضمن الدول العشر الأقل نموا، بعد ذلك أنت كرجل اقتصادي بناء على المحددات التي وضعتها لك بالتأكيد ستخرج بمثل هكذا نتيجة. لكن لو قلت لك أخي عبد الولي، خذ على سبيل المثال التجربة التي عاشتها اليمن في أواسط السبعينات في عهد الشهيد إبراهيم الحمدي، لوجدت أن الرجل بدون نفط وبدون هذه العائدات استطاع أن يقوم بناء الدولة وينهي ببرنامج التصحيح، أن يصل باليمن إلى أن يكون لديها فائض في 3 سنوات، لديها فائض بأكثر من 8 مليار ريال غير ميزانية الدولة، بالإضافة إلى أن اليمن هذا البلد الذي يعيش في يعني ضمن دول العالم الثالث وصل إلى أن يقرض بريطانيا ويقرض البنك الدولي ويقرض ويقدم معونات لليابان. إذن القضية هي دائما في الأمن والاستقرار، القضية في الأصل هي قضية أن يكون هناك رجال يريدون أن يعملوا من أجل البلد ويطوروها، بالتأكيد ستتغير الحال. وكما قلت لك، عودوا إلى نموذج رواندا وستجدون أن كل هذه المخاوف تتبدد إذا ما تحققت في كل بلد رجال يحبونها ويسعون من أجل تغييرها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، على أشكرك على هذه المداخلة. أعود لك دكتور، و يعني اليوم نتحدث عن تنمية في ظل وجود الحوثي، ولكن بالمقابل يعني هل البلد الآن تستوعب حتى أعمال التنمية في المناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثي؟ هو يمكن أن نقول أن اليمن تسير ببدائيات الاقتصاد أو بدائيات الحياة، لذلك لاحظ أن الحياة تسير، الملاحظ أن الحياة تسير في اليمن. صحيح. لكن هل هذه الحياة تنتمي إلى هذا العصر؟ بالتأكيد لا. اليمني الآن المواطن العادي هو من يتكفل بالماء، يتكفل بالكهرباء، يتكفل بكثير من الخدمات، وبالتالي كأنه لا وجود للدولة. التلفون والماء والكهرباء والمواصلات إلا المساحة، أنه يتواجد في المكان فقط، الانتماء هو الانتماء للمكان، وهذا يعني أننا أمام لا شيء، أمام لا دولة تماما. انفرط العقد الاجتماعي. انفرط العقد تماما. الأخطر من هذا أن أنا في تصوري أن القضايا التنموية يمكن أن تحل سريعا، ويمكن أن تقفز اليمن إلى يعني ما كان بالإمكان تعويضه بالمال، هذا أعتقد أنه أمره سهل. سيتعوض. تحدثت قبل قليل عن جانب مهم هو الشرخ الاجتماعي والنفسي التي الذي يعني يمكن أن تحدثه هذه الحرب، وبالفعل أحدثته. الآن هناك من يريد أن يشق الصف على أساس مذهبي، على أساس طائفي، على أساس يعني من هذه الأفكار التي لم تكن موجودة أساسا في المجتمع اليمني. أين الأولويات؟ أنا في تصوري أن الأولويات تكمن في ضرورة الآن محاربة هذا الداء، انتزاع هذا الداء بدرجة أساسية. الآن اليمنيون عليهم أن يتوحدوا، هم متوحدين ظاهريا، ويتفق اليمنيون جميعا على أن العدو الوحيد والأوحد لليمنيين ولحياة اليمنيين هو ميليشيا الحوثي وما يحمله من أفكار سامة. إذن فليتنازلوا عن كل الضغائن في مواجهة هذه الجائحة، هذا بدرجة أساسية. وهم يحاربون ميليشيا الحوثي، عليهم أن يبنوا مستقبلهم بطريقة مختلفة، بطريقة لا تنتمي لإحقاد الماضي، ولا تنتمي للتعصبات، ولا تنتمي للفكر الضيق، ولا تنتمي للحزبية المقيتة، ولا تنتمي لحالة التشتت التي يعيشها اليمنيون للأسف. الانتماء إلى الدولة، الانتماء إلى الوطن، أنا أعتقد أن اليمنيون جربوا تماما حالة الفقدان للوطن، جربوا حالة اللا سلم، جربوا حالة اللا أمن، وعانوا. لم صحيح. لا يوجد بيت في اليمن حتى لم يعاني. الحماية اليوم المواطن يحمي نفسه،
بالتأكيد. ولذلك الآن بما أن كل اليمنيين اكتووا بهذه النار عليهم أن يعالجوا أثار هذه الحروق بدرجة أساسية، ونحمل النخب السياسية، نحمل النخب الثقافية، نحمل النخب الاجتماعية بدرجة أساسية، نحمل كل هؤلاء في أن إما أن تأتوا إلى المستقبل متخلين عن كل هذه الضغائن وعن كل هذا الفشل المريع سابقا، أو لا تأتوا للمستقبل. ألا تعتقد أنه يعني حان الوقت لأن تحمل الراية وجوه جديدة ودماء جديدة؟ لأنه البعض مشدود للماضي ولحساباته ولخصوماته، يعني احنا نلاحظ الان انه البعض لا زال لديه نفس الافكار ونفس النغمات يرددها في كل مناسبه، ولديه اعداء وهميين. البلد تحتاج الى عقول صحيح متحرره من هذه. بالتاكيد هو ليس شرطا ان تتغير الوجوه وتتغير الاجيال، أفكار. الحياه كفيله بذلك، تتغير الافكار. نعم تتغير الافكار، واعتقد انه كما ذكرنا سابقا ان كل هذه الطبقات اكتوت بهذه النار، وبالتالي إذا لم تتغير الآن وتراجع نفسها فمتى تتغير؟ وبالتالي لا حاجة لوجودها تماما. كل الأحزاب التي لا تدرك المشكلة التي وصلنا إليها ولا تأتي للمستقبل بطريقة مختلفة، أعتقد أننا سنكون في غنى تماما عنها. ولذلك هذا هو درس مهم لليمنيين. الأزمات تحدث كثير من أو بها كثير نوعا ما من النعم، وهي مرحلة المراجعة ومرحلة التجديد. وبالتالي ينبغي أن ينبثق عن كل هذه الأزمة أولا توحد ورؤية واضحة نحو دولة للجميع. لكن الكلام سهل والأماني سهلة، أن نقول تتوحد القيادة وتتوحد الصفوف، لكن هل بالفعل تتوفر العناصر والشروط الأساسية لهذا التوحد؟ لا زال هناك أفكار وهناك مشاريع يعني تتضارب فيما بينها البين، ولولا هذا التضارب ولولا هذا لما استطال أمد الحوثي في البلد. صحيح. ما الأفكار التي ينبغي أن تتوحد؟ نحن يعني لا نريد من اليمنيين كلهم أن يصبحوا أصحاب رأي واحد أو أن يتخلوا عن أفكارهم السياسية أو أفكارهم المذهبية أو حتى أيا كانت الأفكار. نتكلم عن ثوابت وطنية. نتكلم عن ثوابت وطنية والتفاصيل تأتي فيما بعد. بالضبط. لا مشكلة. نحن نريد تسوية الملعب الآن، نؤطر الدولة التي تحتوينا جميعا، نبني الدولة التي تضمن أن لا يكون هنالك أي صراع قادم. نعم. نتحدث اليوم عن هدف واحد وهو تحرير البلد من قبضة الكهنوت، وهذا هدف الجميع حتى القوى التي نتحدث عنها التي في ما بين لا تزال في ما بينها مشكلة رغم أن هدفها واحد. ماذا تريد بعد أن يكون الهدف واحد؟ ألسنا بحاجة إلى أن يكون لدينا قيادة موحدة تستوعب الجميع ولا تقصي أحد؟ اليوم للأسف الشديد لدينا مشاريع صغيرة. هي هذه البعض يريد أن يقيم مشروع خاص ودويلة خاصة هنا أو هناك أو هناك أو هناك في إطار نفس المشروع. دعنا نقول بوضوح ونوصف الحالة اليمنية. لدينا مشكلة الحوثي بدرجة أساسية، ولدينا المشكلة الأخرى في من يقود أو يتصدر أو من يشترك في محاربة مشروع الحوثي به من الضعف والهوان وعدم الارتقاء إلى مستوى مسؤولية محاربة هذا المشروع المميت لليمنيين بدرجة كبيرة. وبالتالي نحن أمام كارثتين في كفتين متساويتين للأسف، والأثر واحد والنتيجة واحدة. النتيجة واحدة، هناك يعني دمار فعلي وهناك دمار على المستقبل. نعم الحوثي يعني واضح، عدو واضح. البعض ربما بقلة بصر يقول بقلة بصر أنه بيحاول أنه يدفع باتجاه مواجهة الحوثي لكن بطريقة خاطئة تفتت الصف. ولن تعالج المشكلة ما لم تقدم النموذج المغاير، النموذج الإيجابي والنموذج الحقيقي. يعني اليوم قبل أمس نتحدث مثلا عن دولة يريد البعض إقامتها في مأرب، دولة مستقلة وإيراداتها مستقلة، مشكلة تمثل مشكلة كبيرة هذه. البعض أيضا هناك في مناطق أخرى يريد أن يكون مستقلا. ما سبب كل هذه المشاريع الصغيرة وكل هذه المشكلة؟ سببها غياب الدولة وغياب الرؤية الحقيقية.
الآن هو كما قلنا دولة مقنعة، تقصد أنه لا توجد دولة مقنعة، يعني نتحدث اليوم عن دولة مهاجرة للأسف الشديد. بغض يعني حتى لو تستطيع أن تقوم بأي عمل وهي مهاجرة، في كل الأحوال ليست الهجرة مشكلة. دكتور كثير دكتور هل يمكن أن تشعر بمشكلة الكهرباء، انقطاع الكهرباء، وأنت تصحو وتنام والكهرباء واصلة عندك؟ صحيح، أنا أتفق معك تماما. تشعر بمشكلة انقطاع الماء وأنت الماء من حولك؟ أنا لست مع أن تبقى الحكومة خارج اليمن في هذه الظروف بعد حالة على الأقل تحرر كثير من المحافظات. هو غلط، لكن في كل الأحوال المشكلة في انعدام المسؤولية. كثير من النماذج التاريخية كانت تحارب وكانت تناضل من بلاد المهجر وتحرر بلادها. كلنا الآن موجودين في الخارج، موجودين في الخارج رغما عن، صراحة أنا أتحدث عن نفسي، أنا موجود هنا رغما عني، أنا لا أريد أن أغادر بلدي، لكن وضعي لا يعني لا يمكن أجبر لا توجد قناة تستوعبنا داخل البلد، لا نستطيع أن ننشئ قناة أو نبث من داخل البلد ولا من أي منطقة في اليمن. ولذلك يتأخر أو تتأخر هزيمة ميليشيا الحوثي. لو عادت الحكومة الشرعية بكامل قدراتها وبكامل طاقتها إلى اليمن وعايشت المعاناة التي ذكرتها وعادت كل الأحزاب وعادت كل الأصوات وعادت كل الجهود، كل هذه الجهود تعود إلى أرض الواقع، أعتقد أن عمر الحوثي سيتناقص تماما. لكن كأن كل هذه السلطات وكل هذه الجهود تفسح المجال لميليشيا الحوثي لأن تتمدد بخرابها وبدمارها بشكل أكبر. اسمح لي أيضا رحب دكتور إيهاب القرشي الباحث في الشؤون السياسية والإنسانية. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني بداية تابعت التقرير، هل تجد فيه مبالغة من حيث الأرقام من حيث المعلومات؟ أولا أشكركم على الاستضافة وأهلا وسهلا بكم وضيفك العزيز. وبالنسبة للتقرير الصادر عن UNDP، هي طبعا الأمم المتحدة دائما تستخدم الأرقام في المبالغات لتقديم رؤية واضحة كاملة المحاور من أجل أن تأخذ بالمقابل المساعدات الإنسانية لليمن. الشيء الثاني أنه فعلا الأرقام فيها ملاحظات كثيرة. مثلا نحن عندما نتساءل كيف أتت تلك الأرقام، والدراسة التفصيلية لها غير واضحة وغير مكتملة. عندما يتحدثون عن 88 مليار إلى خسائر اليمن في الدخل القومي، تحدثت الأمم المتحدة أيضا في تقرير آخر في خطة الاستجابة الإنسانية السريعة بأنها 45 مليار. لكن الحقيقة نحن في اليمن ميزانيتنا التقديرية في ما قبل الانقلاب وهي مستقرة نوعا ما خلال العشر سنوات الماضية ب 14.5 مليار دولار. المبلغ هذا نحن نفقده سنويا لأنه لا يوجد أي صادرات مقابل الواردات لليمن، وبالتالي اليمن تخسر 14.5 سنويا، أي بمعدل الآن نحن نتحدث عن 70 مليار دولار. نأتي للموضوع الآخر وهو المساعدات الإنسانية التي حسبتها الأمم المتحدة من تلك الخسائر، وأنها مقابل الدخل القومي اللي يتعد تقريبا ب 30 مليار دولار، اللي هي 20 مليار المساعدة الإنسانية من 2006 و 2012 والخطط الاستجابة الإنسانية العاجلة في 2016 و 2017 و 2018، ونحن دخلنا في 2019 أيضا ب 4.2 مليار. كل هذه تساوي مع المساعدات المباشرة من دول التحالف 30 مليار. نحن نتحدث عن مؤشرات الحرب والاقتتال في اليمن عند ما يخص التنمية الاقتصادية. الحرب تؤدي تضر بثلاث نواحي هامة هي الركائز الأساسية لبناء التنمية في أي بلد. الحرب تعمل تغير في ديموغرافية السكان، هذا أولا. الشيء الثاني التطوير والتنمية الاقتصادية تتوقف. الشيء الثالث تتدنى القدرات البشرية. هذا أهم من أرقام الأمم المتحدة اللي طرحوها، وسأوضح لك يعني هذا النقطة. لأن احنا في الحقيقة يعني اليمن اقتصاد غير مرتبط. في 2007 و2009 عندما ضرب العالم موجات يعني ضربات اقتصادية كبيرة وعنيفة لم تتأثر اليمن كانت، وهي تتأثر الآن بانقلاب الحوثيين وبالحرب.
لكن لا يوجد الآن من الحكومة للأسف الشديد أي أعمال حقيقية لمعالجة التدني الاقتصادي من حيث ردم الفجوة ما بين صادرات وواردات اليمن. يا رجل نريد منهم أن يصلحوا بس طريق العبر أول شيء. لن يعني هذا أبسط شيء، يعني مأساة يعيشها المسافرون كل يوم هناك ضحايا على الخط هذا. نعم. وكل يتفرج للأسف لأنه جايين بطائرات ما بيمشوش على البر. أخي العزيز، أهم مؤشر لتدني التنمية في اليمن الوفيات، معدل الوفيات في اليمن الذي أصبح مرتفعا بشكل كبير. نحن نتحدث عن كل 11 دقيقة، وهذا ما أورد في التقرير وهذا فعلا حقيقي، طفل يموت كل 11 دقيقة، 233 ألف الآن حالة الوفيات اللي وصلنا لها، والتقرير درس ثلاث مراحل اللي هو 2019 و2022 و2030. التدني اللي حصل في التنمية فعلا أعادنا إحنا إلى سنة 90 ما بعد الوحدة، وأيضا إذا استمر سيفقدنا 20 سنة لاحقة. نحن نتحدث عن أطفال خلقوا من 5 سنوات، واللي كانوا أعمارهم 5 سنوات أصبحوا أعمارهم 10 و11 سنة، أصبحوا ذخيرة للحرب لدى الحوثيين. هذا الضرب كبير للتنمية. أنا حقيقة متابع جيد للأرقام، لكن لا تستخدمها الأمم المتحدة لتغطي جرائم أكبر من الأرقام، أكبر من المليارات. نحن نضرب في بنى التحتية الاجتماعية الإنسانية في اليمن، يعني الأطفال والشباب يهدرون، يعني نضرب المستقبل الآن. فأي مستقبل أمام المليارات اللي تروح وإحنا أطفالنا وشبابنا يهدرون؟ هذه أهم نقطة. الشيء الآخر أن هناك حلول ممكن أن تبدأ فيها الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية، إذا أرادوا فعلا يعني إخراج اليمن من الأزمة الاقتصادية والتنموية اللي موجودة فيها. أولا وضع حد للحرب، ثانيا تفعيل الصادرات لليمن، وهناك مساحة ممكنة لذلك، خاصة قطاع النفط المتعطل يعني في المناطق الجنوبية لابد أن يتحرك. أيضا المساعدة الإنسانية لابد أن تدار بشكل سليم وفعال، وان تبدا فعلا نحن فعلا نحتاج الى المساعده الانسانيه الطارئه الممكنه. هل يمكن الاستفاده من هذا التقرير في جذب استثمارات لليمن ورؤوس اموال يعني لبناء هياكل اقتصاديه واعاده ما تم تدميره؟ لا، هو حاليا كل من سيساهم في بناء واعاده اعمار اليمن شركات كبيرة ودول كبيرة تأتي بعد الحروب وتستفيد الكثير، لكن التقرير فقط هو سيأتي بصفقة اقتصادية للأمم المتحدة، يعني لزيادة من المساعدات وزيادة من المنح، لكن على بالمقابل من المفترض علينا وعلى الحكومة وعلى الناشطين أن يواجهوا هذه الأرقام بفاعلية كبيرة لقنوات صرف هذه المبالغ، لوجود رقابة، لوجود وضوح في المشاريع الإنسانية، وأيضا الانتقال من المشاريع الطارئة المقيدة للحياة إلى مشاريع البنى التحتية أو مشاريع سبل العيش. هذه مؤشرات التنمية، فرص العمل. يعني نحن لن يستطيع الشعب اليمني الصمود أكثر من ذلك بدون توافر. نحن نتحدث عن 2000 دولار الانخفاض في مستوى دخل الفرد. طبعا الرقم هذا بالغت في الأمم المتحدة، هذا ما يعني أننا يعني تخسر اليمن 60 مليار سنويا، وهذا غلط، رقم خاطئ حقيقة، المعدل أقل من ذلك بكثير. الشيء الآخر، التوقعات اللي طرحوها لعام 2022-2030 كأرقام يعني معدل دخل الفرد. طيب ما الغرض الاجتماعية. ما الغرض من تقديم معلومات مضخمة عن الوضع في اليمن؟ هقول لك الغرض، هو في التقرير شقين. الشق الأول المأساة الحقيقية الإنسانية المجتمعية، هذا واحد. الشق الثاني استخدام هذه المأساة وترجمتها إلى أرقام مبالغ فيها، مما يعني أن للأمم المتحدة هدف واضح، استغلال الأزمة الإنسانية في اليمن لتحقيق أرقام معينة تضعها أمام الدول المانحين وأمام العالم وفي مؤتمرات لجلب الأموال، بيحقق أكثر من 4.9 مليار. هدفهم العام القادم يصلوا إلى 10 مليار دولار. العام 2019 وصلوا، نحن نتحدث عن مليار و100 مليون في عام 2017، 2 مليار و700 مليون في عام 2018، 4.2 مليار في عام 2019. فهنا أهداف تراكمية للأمم المتحدة، بينما ننظر تماما للواقع في اليمن لا نجد للمليارات هذه أي أثر، بل الأزمة تتفاقم، معدل الوفيات تزداد، وفيات الأطفال يعني تزداد،
المأساة الصحية في ازدياد، الكوارث الطبيعية لا نجد من يبيت الشعب اليمني أو المجتمعات أو النازحين في مقر نزوحهم. يا أخي العزيز، النازحين الذين خرجوا من مأساة من مناطقهم قراهم مدنهم إلى مناطق أخرى اضطروا إلى العودة إلى المناطق الأولى اللي هربوا منها لأنهم واجهوا الموت مرتين، مرة في بقائهم في هذه المناطق ومرة في نزوحهم لمناطق أخرى. من يجيب احتياجات هؤلاء الناس؟ الأمم المتحدة يعني تضرب بهذا عرض الحائط. التقرير هذا أنا أؤكد لك أخي العزيز أن التقرير هذا كلف الأمم المتحدة والجهات البحثية ملايين الدولارات، كانت ستنقذ آلاف وعشرات الآلاف من الأطفال الذين يسقطون بسبب الأمراض وبسبب سوء التغذية. لدينا 14 مليون مواطن يعانون من سوء التغذية، أغلبهم من الأطفال والنساء الحوامل. يعني نحن نضرب في المجتمع اليمني، نحن لن يبقى مننا يعني شيء بعد 2030. أشكرك جزيل الشكر دكتور إيهاب القدسي الباحث في المجال القرشي، إيهاب القرشي الباحث في المجال السياسي والإنساني، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. أعود لك دكتور، وربما الدكتور أيضا يعزز من كلامك حول تضخيم الأمم المتحدة لهذه الأرقام، والسؤال عن خلفيات هذا التضخيم و يعني التكسب المنظمات الدولية من الوضع الإنساني في اليمن. هو بالتأكيد دعنا نتفق أنه أكيد الأمم المتحدة لها غايات، وهي في الأخير جهاز يعمل، هذا الجهاز يريد أن يكون له تمويل في كل الأحوال، لكن دعنا نقول أننا لا نريد أن نكون أعداء لمن يكشف لنا الحقائق. فليكن هذا التقرير صحيح بنسبة ما، خطأ بنسبة ما، الخطر قائم، يجب أن نعترف أننا في مشكلة، الخطر قائم. نعم، والخطر قائم، وأنا أعتقد أنه أعمق من هذا حتى. لكن في المعالجات الخوف من أن تكون المعالجات فقط تصب في نفس المسارات السابقة، يعني أو إذا لم توجد سلطة 60% من إجمالي القروض والمنح تذهب إلى موظفي الأمم المتحدة. هذا أصبح متفق عليه وأصبح معهود في كل الأروقة، ولا لا لا تتحرك. لا أريد أن أقول المثل الشعبي ما مصلي الله طالب مغفرة كما يقول، لكن تزود بالطلب المغفرة طلبوها أكثر. لكن أنا أريد أن أقول أننا لو استجمع اليمنيون سلطة حقيقية نزيهة وشريفة وتمتلك الخبرة والقدرة فليست بحاجة للمساعدات. نحن اليمنيين أعز الشعوب على الأرض، رغم أننا أفقر الناس، لكن لا نمد أيدينا. كم عدد اليمنيين الذين طلبوا اللجوء وخرجوا في كل الدول؟ أعداد بسيطة. قل لي كم اللي سيرجعوا؟ كل الناس يريد أن يرجع سيرجعوا بلدهم برغم ظروف الحرب والدمار. إذن ما الذي يستحق هذا الشعب؟ يستحق أن يكون هنالك سلطة وإدارة حقيقية تعالج هذه المشكلات. اليمني لا يطلب الآن الرفاهية ولا يطلب مستوى معيشي معين، يطلب الأمان ويطلب أن تتيسر له سبل الحركة ليعيش ليعيش لا أقل ولا أكثر. أيضا الحديث دائما عن الدولة وعن غياب الدولة وغياب الحكومة في هذه الفترة هو أمر مزعج للجميع، وهو ما يزيد من الأمد بقاء الحوثي كما تحدثنا. مطلوب اليوم من الحكومة أن تكون على قدر عالي من المسؤولية. نحن لسنا بحاجة إلى كل هذا العدد من الوزراء وكل هذا العدد من النواب وكل هذا العدد من الوكلاء، يعني في الأخير الحصيلة لا شيء، صفر. يعني لا تجد، جينا مثلا حتى على مستوى الإعلام نجد أنه ليس بذلك صحيح القوة، وليس يعني التي تتناسب مع الحشد ومع الكم. تحدث أيضا على الجانب العسكري، تحدث على 70% من الوهميين. يعني صح، هذه الأخطاء من أين جاءت؟ تكمن المشكلة في تصور اليمني للسلطة. اليمني يتصور أن السلطة هي مغنم، وبالتالي عليه أن يستغل كل الوقت ليحقق أكبر غنيمة. لكن ليست مشكلة المواطن، ليست مشكلة السلطة والإدارة العليا. اليمني عندما يدخل إلى السلطة، والسلطة تعزز هذا المفهوم، لذلك حولت الوظيفة العامة إلى كنز ينبغي أن يتصارع عليه الناس، وهذه هي الإشكالية الكبيرة. الناس يموتون في اليمن، وهنالك صراع على المناصب
في الرياض أو في أي مكان أخرى. هذه مشكلة للغاية، هذه مشكلة الرؤية التي لم تعترف بالكارثة التي نحن فيها ولا تدرك المعالجات الحقيقية لمشاكل اليمنيين. يكفي اليمنيين نموذج مصغر حتى من 4 وزراء قادرين على إعادة الأوضاع إلى حقيقتها، بدلا عن هذا الجيش الكبير الذي يتكسب ولا يكسب اليمنيين شيء، لا من معطل معارفه بل هو معطل، بل هو معطل للأسف. طيب متفائل بشأن المستقبل، مستقبل اليمن، هل ممكن تنتهي الحرب قريبا؟ هل ممكن أن بصراحة لست متفائل، التفاؤل الكاذب خداع، ونتفائل غيبيا دون أن يكون هنالك حقائق لدينا. مصدر الإحباط بالنسبة لك خطأ. مصدر الإحباط يكمن أولا في أن أنا أمام ضبابية في تحديد المسؤوليات، لا يوجد لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإداري يدرك حجم الكارثة التي نحن فيها. لو أدرك كل المسؤولين والسلطة عموما حجم الكارثة التي نحن فيها يمكن أن نتفائل أننا سنتجاوز. إلى الآن لم نتحرك في مسار السفر نحو السلام، نحو المستقبل، نحو الاستقرار، ما زلنا خارج القضبان بالأساس، وبالتالي كيف لنا أن نتفائل؟ أنا أعتقد أننا هو يمكن أن نعيش، سيعيش اليمنيون لكن هل سنصل إلى مرحلة من الاستقرار، مرحلة من التطور، مرحلة من سد بؤر الصراع هذه التي يمكن أن تنمو في كل لحظة، ما لم تغلق كل المنافذ التي يمكن أن تنبع منها هذه المشاريع مثل الحوثي أو غيره في أي لحظة ما من اللحظات، ما لم نستطيع أن نحاصر كل هذه المشكلات أعتقد أننا لن نتحرك وسنظل نعيش ونحن ميتون للأسف في اليمن، نعيش لكن بدون أن نكون منتمين لطبيعة الحياة العصرية، نعيش ونحن خارج العالم المتحضر، نعيش ونحن خارج مقومات الحياة الحقيقية للأسف، إلا إذا تحققت معجزة أخرى. هل تعتقد بأن الدماج اليمن ضمن المنظومة الخليجية سيكون يعني جانبا يسهم في الحل الاقتصادي على الأقل؟ يمكن، لكن سيبقى الفساد هو الغول الذي سيلتهم كل شيء، الفساد وعدم الخبرة وعدم المسؤولية في تحقيق تنمية لليمنيين، ولو ضمونا إلى اليابان أعتقد أننا لن نحقق شيء، هكذا ينبغي أن نقول بوضوح. تحتاج اليمن إلى منظومة حكم رشيد، منظومة حكم رشيد بمعنى تمتلك القدرة والأرقام والمعاينات الحقيقية والحيثيات التي تبني عليها وتحل مشكلات اليمنيين بدرجة أساسية، ويخرج اليمنيين من دوائر الصراع ومن دوائر المنازعات. وأنا أتصور لو وجدت الحكومة الرشيدة أو السلطة الإدارية الناضجة ستنتهي هذه المشكلات، لأن هذه المشكلات تنشأ متى؟ عندما يكون هنالك فراغ، وعندما يكون هنالك عدم وجود دولة حقيقية، وعندما يكون هنالك ضياع. إذن ما الذي تعول عليه؟ يعني الواقع كله محبط، يعني تتعول مثلا على تغيير مثلا في الصف في النخبة أعول على جهود. هل اليمن فقيرة بالكفاءات والخبرات؟ لا ليست فقيرة، وبالتالي على هذا. لكن هل الوضع مثلا طبيعي بحيث أنه مثلا بعد سنة أو بعد 6 أشهر أو بعد سنتين نصل مثلا إلى انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية، انتخابات محلية، بحيث أن الأمور تكون بيد المواطن يعني؟ لكن احنا في وضع استثنائي يعني. تحدث عن النواب مثلا اليوم، احنا نتحدث عنهم من سنوات طويلة، حوالي 2 عقدين الآن يعني. بالضبط، ينبغي أن نقرأ التاريخ جيدا حتى ندرك كيف يمكن أن ننتقل إلى مراحل الأمان. حالة الانهيار التي تحدث في المجتمع، تحدث حتى ابن خلدون عنها كثيرا، كيف تنهار وكيف تنبني الدول؟ ممكن أن تنبني بسرعة في حال وجدت هذه الإدارة الحقيقية التي تدرك مغازي ومشكلات اليمنيين. نحن نحتاج الآن كما قلت إلى إدارة حقيقية، هذه الإدارة المطلوب منها بدرجة أساسية الآن سد بؤر الصراع، يعني إلغاء كل ما يمكن أن ينبت أي مشاريع ميليشياوية قادمة، هذا أولا. ثم تسوية الملعب السياسي، هل اليمني الآن بحاجة لملعب تنافس سياسي أم أنه بحاجة لتنمية؟ بالتأكيد هو بحاجة لتنمية واستقرار وأمن بدرجة أساسية. هذه أولوية، احنا نبحث عن من يحققها.
تحقق. احنا نتحدث اليوم احنا كيمنيين كمواطنين نريد ان نتوحد ونكون على قلب رجل واحد، ليست لدينا مشكله، واي حد في داخل اليمن ليست لديه مشكله كفكره، لكن كتطبيق من هو لاحظ لدينا مشكله. من الذي يمكن ان يوحد اليمنيين اليوم على قلب رجل واحد؟ على الاقل يوحدهم في الصف الذي هو موجود فيه، يعني في اطار المشروع الواحد. سأقول لك لدينا مشكلة حقيقية الآن، هي مشكلة لاحظ أنه السطح الآن في كل مناحي واتجاهات الإدارة اليمنية والظهور اليمني، من الذين يسيطرون على المشهد؟ كل الرديئين، مؤسسات أو أفراد، يعني حتى لا يكون الموضوع بتوصيف. الذي يطغى الآن حتى يعني حديث اليمنيين كل حديث في السطحيات، بمعنى أنه تاهت البوصلة تماما على اليمنيين. أين اختفت النخبة الجادة والتي تمتلك القدرة؟ أعتقد أنها غرقت أو في حالة من الغرق. ينبغي أن تعود إلى الواجهة بدرجة أساسية، كل أصحاب الرأي، كل أصحاب الفكر، كل أصحاب القدرة والخبرة في كل المجالات، ينبغي أن يتقدم. ندرك تماما أنه من الصعب أنه إحداث حالة من التغيير في الصف القيادي أو أشياء من هذا القبيل، لكن دعنا نتحدث عن أولويات. لا اقتصاد بدون أمن، ولا يعني الأمن يعني متوفر حتى الآن. الأولوية الشروط التي شروط الأمن، إزاحة ميليشيا الحوثي بدرجة أساسية، تمام، هذا هو المشروع الأول. بعد ذلك معالجة الحالات الحرجة للسلام اليمني، لحالة التنمية والحالات الضرورية اليمني، تطبيع الحياة على الأقل. واليمني متعود على طيب حالات هل تثق بأن الخطوات كلها تسير باتجاه هذا الهدف اللي هو تطهير البلد من هذه؟ لا للأسف لا. يعني نجد جبهات مثلا تتحرك، جبهات تنام، لماذا لا يكون لدينا على الأقل قيادة عسكرية موحدة تحرك الجبهات في وقت واحد؟ هناك أزمة في طبيعة إدارة الصراع، هذه الأزمة لها عوامل كثيرة، من ضمنها ضغوطات دولية، ارتباطات معينة، من ضمنها ضعف داخلي، فساد داخلي، تشرذم، كل هذه ندركها، وهو موضوع كبير في الحقيقة. لكن هل يمكن أن نعالجه بسهولة؟ أنا أعتقد لو تضامن الجميع وحصل على الأقل نداء عام للناس لمجابهة ميليشيا الحوثي، أنا أعتقد أن تستمر أسبوع. لنا تجربة في 2 ديسمبر عندما واجه المؤتمر الشعبي العام ميليشيا الحوثي. أنا أعتقد في تصوري لو أمد الله بعمر علي عبد الله صالح يمكن يومين آخرين تغير الوضع 180 درجة. صح. على الأقل. إذا هل نحن بعيدين عن تحقيق انتصار على ميليشيا الحوثي؟ لا، لكن نحن بعيدين عن وجود قيادة حقيقية تنتمي لأوجاع اليمنيين، تنتمي لمآسي اليمنيين. هذا ما نبحث عنه. إذا بهذا نختم حديثنا وحوارنا الشيق معك الدكتور فارس البيل، الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا جزيلا لك على تشرفك في هذا اللقاء وكل الإيضاحات الضافية التي قدمتها في حلقة اليوم. شكر موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.